الكافي واسحب ثواب الاعمال واسحب الامالي للصدوق واسحب الامالي للمفيد، الله وكيلك واسحب اكوم لك اياها للسقف ارفعها من عقيدتي، افخر بعقيدتي. بس اول شيء اريد اعرف انت من حتى اسحب لك الكتب، والله والله الا اخليها منها الى سقف الكتب واخليك تصفن، والله على شتايمك اذا ما اخليك تصفن على الحائط انا مو عادل لامي. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعادل لامي، سؤال بريء واتصالات الوهابية. هذه المرة إن شاء الله سننقل اتصال فريد من نوعه وغريب أيضا لكوني أني ملخص أساسي لقناة الحاج وعادل لامي وبرنامج سؤال بريء، لم يصادفني هذا البرنامج إطلاقا ونهائيا بأن يكون الوهابي أولا يسب ويلعن، هذا الشيء متعودين عليه، ولكن الشيء الغريب والفريد من نوعه أن يبعث أرحام أحد أرحامه، زوجته أو أخته أو أحد أقاربه، ليلعن ويسب الحاج وعادل لامي. هذا الشيء لم أكن أتوقع أبدا وأطلاقا ونهائيا حقيقة من الوهابية، أن ترسل أختك أو أمك أو أحد أقاربك على شنو يا وهابي، على شنو يا وهابية. الآن نريد أن نوضح نقطة جدا مهمة، قد يأتي شخص ويقول أنه شنو اللي يثبت أنه إحدى الأخوات أخت هذا الشخص هي التي سبت الحاج وعادل لامي والتي لعنته، وهنا نقول هذه الجملة البسيطة نجيب على هذا السؤال. الحاج وعادل لامي قال له أنت الذي بعث أحد أرحامك، بكل أدب واحترام، أنت الذي بعثت أحد أرحامك أختك أو زوجتك لتلعني وتسبني. بكل اختصار جوابي هو الآن هذا الشخص لم ينكر ولم يقول نعم أو لا أنا لم أفعل هذا الشيء، لم أرسل أختي أو زوجتي أو إحدى أقاربي، لم أبعثهن أصلا إليك يا حاج وعادل لامي، فلماذا تكذب؟ فدليلنا على أنه هذا الشخص هو الذي باعث إحدى الأخوات لسب الحاج وعادل لامي وإسرة الحاج وعادل لامي أو عفوا إسرة برنامج سؤال بريء، هو دليلنا عدم إنكار هذا الشخص. هذا هو مجمل الفيديو والنقطة الأساسية اللي حبيت أوضحها باتصال هذا الوهابي الذي طالب أن يتكلم بالعقيدة. مبدئيا نترككم مع تمام الاتصال وبعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيب عليه بكل أدب بكل احترام، وإن كان هذا الشخص يسب ويلعن في الخاص لكن نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ليس ضعفا منا، والله العلي العظيم هذا ليس ضعفا منا، إنما الحاج وعادل لامي يستطيع أن يطرده ويستطيع أن يسبه ويلعنه، ولكن هل هذا أسلوب؟ بالتأكيد لا، الحاج وعادل لامي هو صاحب وجه واحد بالدعوة لدين محمد وآل محمد، من دون سب ومن دون لعن ومن دون شتم ومن دون أن أرجع الإساءة عليكم يا وهابية، أستطيع أن أقنع عوامكم بالدين المحمدي الأصيل، دين محمد وآل محمد. نستمع إلى هذا الاتصال بعد نرجع بالتعقيب عليه، فخليكم الفيديو. يعني مثل لا لا لحظة نعم. قف معاي، هذا أخ أحد الأخوة وهو طبعا بس لحظة، هذا أحد الأخوة بس اعطيني مجال. نعم في طيب، هذا أحد الأخوة شتمني وشتم سيد ميثم وقلت له يا أخي هذا هو دينهم، وشتم أحمد الإمامي، فقلت له اتصل الآن وهو الآن يتصل، وتعال بين لماذا تشتم، فأريد أخذ تليفونه. طيب إيه ممكن تتصل. طيب الآن يرجع الاتصال لأن يعني الغلق الاتصال، أو لحظة الآن موجود. طيب. لا لحظة بس لحظة ممكن تعليق بسيط بس لحظة أخونا بس. طيب بس لحظة أخونا، السلام عليكم. أنت الأخ قلت لي اسمك محمد صح؟ محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تسمعني؟ إيه نعم إيه نعم اسمعك. إيه نعم
طيب ممكن نتحاور عن العقيدة؟ طيب أنت الآن شتمت وشتمت المرجعية وشتمت السيد ميثم وكذا وأرسلت ما أعرف أعتقد أرحامك أو إحدى الأخوات ما أعرف يعرفوك أو ما يعرفوك لأن من نفس البلد، وأيضا شتيمة وما أعرف في قضية الحجر الأسود. طيب. هدو افهم علي، افهم حتى يفهم المشاهد، افهم علي وراح أقدمك. أنا من النوع اللي لا أشتم مثلك ولا أستخدم أسلوبك. طيب. أنا أحترم الطرف الآخر وأنت سني وأحترمك، ما عندي أي مشكلة. فأنت الآن نقاشنا تقول أريد أن أتناقش في العقيدة، صح؟ إيه نعم إيه نعم، انتدع على بركة الله. يلا طيب الآن أنت ربك عنده أصابع ولا ما عنده أصابع؟ لا أنا إرد أنت تثبت عقيدتك أنت أول، وأنا وديتك عندما وديتك رسالة صوتية على مود إثبات أنت المفروض تثبت إصلاح نفسك. أول شيء نبدأ هو راح نثبت الآن. أول شيء أنت ربك اللي تعبده عنده أصابع ولا لا؟ أنا موضوعي حقيقي. لا إحنا موضوعنا الله. لا إحنا موضوعنا أول ما نبدي بالله. لا سوي لي مو موضوع. شوف إخواني يهربون من المناقشة في التوحيد. الله سبحانه وتعالى موجود بحد ولا غير موجود بحد؟ خلي أقول لك شيء. لا موجود بحد ولا لا؟ موجود بحد. حقيقتك الحاد. تعرف شنو السبب وشتم هذا ما يعرف بمسوي، لان تدري شنو السبب؟ السبب انه انت عندما سويت مذهب عقيده مذهبك عقيده مرجعيه. لحظه الان ما لنا علاقه بالمرجعيه، انا وياك نتكلم اول ما الله تبارك وتعالى بعث الانبياء بعثهم بالتوحيد، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، القران الكريم. فهو شيء نبدي بالتوحيد. أنت ربك موجود بحد ولا لا؟ عنده أصابع ولا لا؟ عنده رجل يضحى في جن ولا لا؟ يصعد ولا لا؟ خليك لك شيء. إيه. خليك شيء. الله سبحانه وتعالى واحدا أحد لا شريك له، له الملك له الحمد له النعمة. واحد الله سبحانه وتعالى هاي مشخصات ومستحقاته. واحد بأصابع ولا بدون أصابع؟ واحد بأصابع ولا بدون أصابع؟ تفضل. خليك لك شيء. أنا واحد بأصابع. أنت مو قلت الله واحد؟ هل هو واحد بأصابع أم بغير أصابع؟ تفضل. جاوز أقول لك هسه أنت مو عزمتنا على مود نحاور ما يسمون سوي ونثبت العقيدة. ما يخالف، هي العقيدة، هاي العقيدة. نتركنا من ميثم الموسوي الآن. تشتمت سيد ميثم وشتمت أحمد الإمام وشتمتنا وشتمت المرجعي، وهذه أخلاقك. الآن شوف أنا كلمك بكل أدب، أنت قلت أنه الله واحد. الله واحد بأصابع لو بدون أصابع؟ تفضل. خليني أقول لك شيء. أنا موضوعي مذهبك. أنا أنت ثبت عقيدتك. لا أنت مذهبك تدري ليش؟ لأن أنت ماشي قول أنا الآن أتناقش فقط بالمذهب الشيعي، لكن قول إنه عقيدتك اللي تصفها بين قوسين سنية عار وتشعر بالعار ولا تستطيع أن تدافع عن عقيدة عار، ولذلك أريد أن أتكلم فقط في المسألة الشيعية. اعترف، ارفع الراية البيضاء وكلنا نتكلم بالشيعة. تفضل. تعتقد أفضل عقيدة أنت عندما تعتقد؟ ما يسمعني أخونا، تسمعني؟ اسمعني اسمعني اسمعني. أنت لما شتمت وقلت عقيدتكم باطلة معناه أنت على عقيدة صحيحة. الآن سألتك سؤال بديت تلف وتدور في ماذا أخواني؟ سألته في الله تبارك وتعالى، في التوحيد. أول شيء التوحيد سألته بالله تبارك، والله راح أورطك من ورطة إلى ورطة وأجعلك اليوم تقول أنا تورطت أنه اتصلت بهذا الرجل. طيب الآن إذا أنت تخجل قل أمام الجميع أنه عقيدتك عار وأخجل منها، وأريد أن أتناقش فقط في العقيدة الشيعية لأن عقيدتي عار ما أستطيع أن أدافع عنها، وأنا أتركك ونتكلم بالعقيدة الشيعية. تفضل. رسالة على مود إثبات أنت ثبت. أنا أناقشك بمذهبك أنت محمد. أنا محمد. موضوعك كان والله تناقش محمد 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 أنت ليش تناقشني بمذهبي غير نعرف أنت من؟ أنا لما أناقشك هاي حوار يا أخي محمد، اسمعني حبيبي أنت بس اهدأ حوار، لأن كل ما أتكلم يا أخي اسمع، إذا حوار اسمع، إذا حوار لازم أعرف من الذي أحاور. يا أخواني يجوز أن أحاور حائط،
غير أعرف عقيدة الرجل الآخر حتى ماذا، لأن هنالك كتاب مثلا سني وهابي يسميه سني وهابي، وهنالك سني أشعري، هذا يقول أنا سني وهذا يقول أنا سني، فأنا أريد أعرف أنت من حتى عندما تحاور ألزمك بهذه الكتب ولا بهذه الكتب، الكتب الوهابية والكتب السلفية، هذا حقي أن أعرف من الطرف الآخر حتى ألزمه بما يعتقد. فأول شيء أريد أعرف أنت من، فأنت ربك الآن يهرول ولا ما يهرول؟ انت شوف انت انا جاوبتك جدا قبل لا تسال، انا قلت لك اذا انت عندك جميع اهل المذاهب اهل السنه باطله، انا قلت لك لا 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 انا ما عندي باطله، ما لا تتهمني، انا ما اعرفك، لا تتهمني، انا ما عندي باطله، انا اريد اعرف اول مين حتى احكم باطله ولا مو باطله. شفت اخواني، هو يقول عندك جميع مذاهب اهل السنه باطله، اريد ليش سني جاء بحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليش أقول باطل؟ لا والله صحيح، النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إجا سني قال مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليش باطل؟ ما أقول باطل. فهذه تركنا منها. الآن أنت ربك يهرول ولا ما يهرول؟ عنده أصابع ولا ما عنده أصابع؟ هل موجود بحد حتى أعرف من تعبد؟ هل انت وهابي سلفي؟ اناقشك ثم ننتقل. بارك الله بك، تفضل. بس انا قلت لك، انا مو قلت لك، انا قلت لك اذا وهابيه البطل هسه المرجعيه. لا لا لا، انا ما اقول الوهابيه ولا اقول المرجعيه، اخي انا ما لي علاقه، انا اللي حاورني انت يا ابن العم يا حبيبي يا محمد، شوف انا اللي حاورني انت، وانت اللي شتمتني، انت اللي شتمتني، وانت اللي شتمت المرجعية وارسلتي وشتامك مسجل، فانا طلبت انه تتصل بي حتى ارفع يكون بين حوار ودي، فانا شو دخلي انه باطل مو باطل، انا اريد اعرف انت عقيدتك وانت اعرف عقيدتي من خلال ما اعتقده وما اسحبه من الكتب. راح اسحب الكافي واسحب ثواب الاعمال واسحب الامالي للصدوق واسحب الامالي للمفيد، الله وكيلك، واسحب اكوم لك اياها للسقف ارفعها من عقيدتي، افخر بعقيدتي، بس اول شيء اريد اعرف انت من حتى اسحب لك الكتب، والله الا اخليها منها الى السقف الكتب واخليك تصفن، والله على شتائمك إذا ما خليك تصفن على الحائط أنا مو وعد اللامي، بس امشي وياي ولا تهرب من الأسئلة. نبدي بالله، الله سبحانه وتعالى موجود بحد ولا غير موجود بحد؟ تفضل. أنا قلت لك هسه، قلت لك يا أنا محمد وترك الشتائم، خلنا نبدأ قول انه عقيدتك عار وما تستطيع ان تدافع عنها، اعترف انه عقيدتك عار ما تستطيع ان تدافع، قول امام الجميع انه عقيدتك عار. خوش يلا، عقيده اهل السنه باطل عقيدتك؟ لا 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 لا، ما اريد عقيده اهل السنه، قل انت محمد اقسم بالله العظيم من غير توريه ولا الزام للطرف الاخر صادقا مع ربي انك يا محمد تعترف صادقا مع الله انك على عقيده عار تستعر منها، وانا والله ما اذكر لك اي كتاب سني، بس بالعقل انا اخشى قران وعقل وكتب شيعيه والله امام الجميع، لكن اقسم بالله العظيم انه عقيدتك عار وتستعر منها بدون توريه ولا الزام ولا تمشيه للامر، وانا الان اتناقش معك في هاي الكتب الشيعيه. يلا قول على كتاب الله. انا اتحداك تقول اصلاحي قعدتي على كتاب الله ورسول انت. الان اتكلم معك على كتاب الله واتكلم معك على قول المعصوم، قل انه عقيدتك عار، يلا اعترف مرجعيه. هذا ذابح المرجعيه. شوف اخواني، كل كلمتين ويشتم المرجعيه، كل كلمتين. هذا تدري شنو الحكه مالته؟ المرجعيه هذولا من النوع. أنا لماذا أتكلم؟ لعله تستغربون أنه أتكلم بهذا الأسلوب، مثل هذا الأنواع ناس يشعرون بالعار، هو عار على مذهبه ومذهبه عار عليه، ويريد يتكلم مع الشيعي تاج راسه ويشتم،
نروح الآن الناس الآن أعطيك فرصة أخيرة شوف أمام الجميع، هل تستطيع أن تناقش في العقيدة السنية اللي أنت عليها كما تزعم والعقيدة الشيعية ولا تشعر بالعار؟ تفضل آخر فرصة. النتيجة النتيجة أنت عندما ما تقدر تثبت عقيدتك أنت. أنا أقدر، لا أنا يا عمي أقدر أثبت عقيدتي، لكن الحوار يقتضي أن يتكلم طرفين، افهم الحوار بطرفين. أنا المقابل ما هو مكينة، أنت مو حايط، أريد أعرف أنت على عقيدة ماذا حتى أتكلم معك. صرح بعقيدتك بابا، أنا شيعي رافضي أفتخر، تقول لي مرجعية؟ نعم أنا أتبع المرجعية وضعها على عيني وعلى رأسي، أنا شجاع، أنا بن علي بن أبي طالب ما أخاف. زين أنت ليش تخاف؟ أنت الآن ابن بازي بقي مثلك، هذه الكتب العقائدية تمثلك، أنت مين حتى أعرف؟ هل تشعر بالفخر بما تعتقد ولا تشعر بالعار؟ تفضل. خوش هسه أنا أعلن أمام الجميع، خوش أعلن تشيعي صح؟ ولكن لا 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 تسوي. شوف غيرك أشطر، غيرك أشطر. شفتوا يا أخواني، شفتوا يا أخواني، هؤلاء الذين يشتون، هذا أنموذج اليوم أردت أن أبين لكم أنموذج ممن يشتمونني خلف البرنامج، وهذا البرنامج وصل إلى العظم، وصل إلى العظم. هذا هو اتصل بي وأرسل ما أدري زوجته ولا ما أعرف، وهذا هذا صوتهم الآن، أشغل لكم صوت الإمرأة، أرسل لي مجموعة ويشتمون شتيم على نسوان على زلم. لماذا؟ ليش فتحت موضوع الحجر الأسود وأنتم القبور وما أعرف إيش وقارنت بالقبور؟ لأن الموضوع أوجعهم. هل رأيتم يا أخواني يا سنة؟ والآن أول سؤال سألته عن ربه قام يلف ويدور، وكلهم هكذا على أي حال. نسأل الله غفران الذنوب واستغفر. طيب حياكم الله من جديد. طبعا مثل ما سمحت وأؤكد على هذه النقطة المهمة، أنه هذا الشخص لم ينكر، لم ينكر أنه لم يبعث أحد أقاربه، لذلك الموضوع ثابت عليه إلى أن ينكره، ونحن نأخذ الناس على حسن ظاهر نأخذه ولا ندخل بالنوايا. إذن هذا الشيء ثابت عليك يا وهابي، أنت تريد أن تناقش بالعقيدة الحاج وعد الله بكل اختصار وبكل بساطة. الآن موضوع أنه أنتم تسألون وانتهى الموضوع، وأنتم تقول أنتم عباد قبور وعباد الأضرحة وعباد أهل البيت عليهم السلام، انتهى يا وهابية، انتهى هذا الموضوع يا وهابية. لذلك الموضوع اندار عليه 180 درجة. من ربك يا وهابي؟ تريد في العقيدة؟ أهلا وسهلا الحاج وعد اللامي، وسؤال بريء. وهذه الأسرة المتمثلة بهذا البرنامج القيم لديها علمية ولديها طرح جدا مهذب وطرح علمي يبين جهل المقابل من دون أن يخدش الذوق العام. فمثل ما قلنا هذا سب ولعن وشتم، ومع ذلك كان الإحسان وكان الدليل العلمي هو خير برهان. من ربك يا وهابي؟ هل لديه أصابع؟ هل لديه أصابع يقول الله واحد واحد بأصابع أو لا؟ ربك يهرول أو لا؟ لا أريد أن أجيب، لا أريد أن أجيب، أريد أن أتكلم مع السيد ميثم الموسوي، أريد أن أتكلم بالعقيدة. هذا هو لب العقيدة، التوحيد هو لب العقيدة، عبادة الله عز وجل بأن يكون ليس شخص، ليس شاب أمرد، ليس مخلوق، بالتأكيد هذا هو لب العقيدة. أما تريد أن تأتي وتقول العقيدة في الكافي جزء 30 في جزء 25 جاء هذه الرواية وأنتم تشركون لأنكم تعودون، هذا انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. أولا وأنوه وأعقب على نقطة جدا مهمة، مو معناتها الحاج وعد اللامي لما قال أريد أن أناقش بالعقيدة اللي عندك حتى أفهمها، مو معناها أنه هذا ضعف حتى يبين أو لا يريد أن يناقش في العقيدة الشيعية، إنما الموضوع واضح جدا. لكن مع ذلك أعقب وأبينه بطريقة بسيطة. الحاج وعد اللامي قوي جدا في عقيدته، هو والسيد ميثم وأسرة برنامج سؤال بريء، لكن هذا البرنامج يريد أن يبين أنه الموضوع انتهى من أيديكم يا وهابي، الموضوع الآن بيدنا نحن أصحاب الإعلام، نحن الذين نسأل وسنجيب على العقيدة التي تريد أن تسأل عنها. تريد أن تسأل عن العقيدة الشيعية، أهلا وسهلا بك، لكن بداية الأمر أنت لا تفرض شروطك، أنت لا تفرض شروطك، عفوا شروطك. هل أجاب الوهابي؟ لم يجيب. هل بيّن الوهابي أنه شخص صاحب حجة إطلاقا ونهائيا؟
إنما فقط وفقط سب ولعن وشتم في الخاص من دون أن يأتوا بدليل في العام. هذا هو فيديو اليوم وهذا هو ملخص اليوم اللي حرصت أنه أبين وأروج وخلينا نقول أطيل أولوية قبل أي مقطع آخر في قناة خواطر فكرية، لأن الفيديو جدا مهم، لأن فيه سب هذا الشخص الغير مؤدب، سب للمرجعية، سب للحاج وعد الإعلامي وأسرة برنامج سؤال بريء. لذلك أعطيت الأولوية لهذا الاتصال، وبالتأكيد سنسلط الضوء على جميع أو أغلب، إن صح التعبير، أغلب الاتصالات في هذا البرنامج القائم سؤال بريء. وأتمنى منكم أنه أنتم أخواني أخواتي تساعدوني بالتلخيص مثل ما ساعدتني قناة ملخصات وعد اللامي. الشكر الجزيل لهذه القناة المجاهدة وصاحب هذه القناة المجاهد حقيقة بالتلخيص الممل، تلخيص ممل جدا لكل صغيرة وكبيرة. شكر الجزيل لكم، فأتمنى المساعدة، والشكر الجزيل لكم، أتمنى دعم وترويج قناة الحاج وعد اللامي. الشيء الأول والأخير والمهم هو ترويج برنامج سؤال بريء، وإن شاء الله قناتي تأتي بعد ذلك. نوصل بذلك إلى ختام الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.